هنستمر مع الكرة الطائرة، والأهلي بيفوز على نادي الزمالك في الكرة الطائرة سيدات في نهاية الدور الأول بنتيجة 3-1، ويستمر النادي الأهلي في دوري السيدات رقم 1 ب 30 نقطة، النادي الأهلي عفوا ب 33 نقطة من 11 مباراة. المباراة كانت لعبت الأسبوع اللي فات في نادي هيئة قناة السويس. ما شاء الله على لاعبتنا بقيادة كابتن حمدي الصافي، تركيز على النجمات الذهب دائما وابدا بيحصدوا البطولات، واكيد هم بيبحثوا عن ارقام في تاريخ كره الطايره سيدات، وباذن الله في المرحله الجايه نبارك لهم بنتائجهم اللي دايما مشرفانا في كل حاجه. خلينا نخرج تقرير عن المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه. مباراة صعبة طبعا، في ظروف كتيرة خلت المباراة صعبة. فريق الزمالك استعان باتنين محترفين، اللعيبة بتاعتنا الدولية لسه راجعة من فترة قليلة جدا من المنتخب، عندهم إجهاد، عندهم شوية تأثر في اللياقة البدنية، بس الحمد لله كان معانا مجموعة اشتغلنا بيها بالإضافة للمجموعة اللي انضمت لنا الدولية، والحمد لله المباراة كانت صعبة بس قدرنا نحسبها. ده ختام الدور الأول وخلتنا نفرق بثلاث ماتشات عن أقرب المنافسين بينا أو ماتشين تقريبا. المباراة يعني حصل فيها في الشوط الثاني بعض الأخطاء هي اللي يعني خلت الزمالك يرجع بقوة في المباراة. يعني الشوط الثاني كنا متقدمين وعوضنا وكذا تاتش لينا او شبكه ما اتحسبتش اهدت الشوط للزمالك، فالماتش اتصعب شويه علينا. والله هم كانوا ماشيين في اول جيم كان كويس قوي، كانوا بينفذوا في الارسال وفي التنوع الهجومي بتاعنا وفي الديفنس، ابتدى استسهلوا المباراه شويه في النص ان حسوا ان المباراه هتخلص 3-0. بعد اللي حصل في الشوط الثاني شويه الاخطاء ديت رجعت الزمالك، فالمباراه حسوا ان هي صعبت عليهم، فعدت على التعليمات بتاعتنا والشغل الفني اللي احنا محافظينه لهم بحيث ان هم نرجع ثاني نركب المباراه. الحمد لله اكيد بنستعد طبعا استعدادات طبيعيه، عندنا ماتش كل اسبوع في الدوري، عندنا استعدادات لبطوله افريقيا ان شاء الله، فلازم يبقى الاستعداد الفتره الجايه، خاصه موضوع اللياقه البدنيه ده مقلقني شويه مع لعيبه المنتخب، راجع اللياقه البدنيه بتاعتها اقل شويه، فانا هشتغل على الموضوع ده باذن الله ونرجعهم فورمه باذن الله. الحمد لله، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا مبروك للفريق والجهاز الفني الكفء فريق الذهب اللي على طول محافظ على التفوق سواء محليا او افريقيا. يمكن الحسم بتاعت مباراه اليوم وسع الفارق ما بين النادي الاهلي والفريق الذي يليه، ولكن الحقيقه اللي اسعدني ان الزمالك بالاستعانه بالاثنين لعيبه المحترفين من فنزويلا بالاضافه للعيبه اللي موجوده فيه، خلى منظر المباراه حلو جدا. يعني بقى لنا مده طويله ما شفناش مباراه الاهلي والزمالك بالحلاوه دي، يعني لغايه اخر لحظه الجيم بيروح ما بين الفرقتين لغايه ما اتحسم لصالح النادي الاهلي. فحقيقه انا استمتعت بمباراه اليوم، وده اللي انا بقوله، لازم لما يكون الخصم على مستوى كويس ده بيدي حلاوه للدوري وللفولي بول وللمنافسه عموما. يعني هو برده لازم نحط في الحسبان عدم تأهل الفريق للأولمبياد وخسارة منتخب مصر بتنعكس على فريق النادي الأهلي، لأن معظم منتخب مصر كله من لاعبات النادي الأهلي. طبعا بناخد فترة بعد عودة اللاعبين للنادي، الإعداد النفسي ليهم، وزي ما أنت قلت الفترات اللي كانوا بعيد عن النادي عمال ما تعمل ماتشنج أو توافق أو هارموني ما بين الفرقة وبعضيها بياخد بعض الفترة. ونفس الماتش دلوقتي ماتش الولاد اللي هو دلوقتي بيسخنوا ورايا برضه نفس الشيء، يعني برضه اللعيبه كلهم راجعه من منتخب مصر بعد فتره طويله ومعسكرات خارج مصر، وايضا خسارتهم وعدم تاهلهم برضه بينعكس علينا وكل حاجه. فارجو ان احنا يعني نعدي المرحله اللي احنا فيها دي وباذن الله ربنا يكرم. يعني ماتش النهارده ماتش مش سهل زي ما انت شفت، يعني فرقه الزمالك فرقه كويسه قوي، معاهم محترفين بتاعتهم كويسين وفيهم اصلا كويسين، بلس ان احنا كمان جايين من المنتخب طبعا في ضغط علينا طبعا وفي جهاد وكده، فما لحقناش نريح والماتش اصلا متاجل من قبل المنتخب، فكل ده عامل ريسك علينا. يعني تعرف ماتش اهلي وزمالك يعني مع بعض، فالموضوع ده يعني بيبقى ضغط علينا يعني في اي فرقه اساسا مش في الفالي بس. يعني بس الحمد لله كان سلاحنا الاولاني هو السيرفات، يعني ان احنا نلعب سيرف قوي عشان نقلل هجومهم يعني،
كابتن حمدي عامل عليهم سكاوتين كويس قوي. قدرنا نكسب الحمد لله. الفولي ملوش كبير عامه والرياضه ملهاش كبير، يعني لازم كل ماتش نعمل له حساب، بيبقى فيه محاضره قبل كل ماتش. هدفنا السنه دي طبعا الثلاثيه دوري وافريقيا وكاس ان شاء الله. والتحكيم طبعا كان فارق معانا، يعني في كورتين اتحسبوا علينا، ولو لولا كده احنا كنا خلصنا ماتش 3-0. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نجمع بعض تاني، وضغط العصب اللي علينا ده نشد شويه، يعني نهدى شويه يعني، والحمد لله قدرنا نكسب. هو النهارده كان ماتش صعب، وده كان نهايه اخر دور الاول عشان ده كان ماتش مؤجل، يعتبر اصعب ماتش لعبناه في الدور الاول كله. بس الحمد لله يعني احنا عرفنا نلعب كويس ونلعب على الفريق اللي قدامنا وكسبنا. يعني الفرق اللي قدامنا فرق قويه، مش هنعرف نكسب كل الفرق بسكور عالي وكده، فطبيعي ان الفرق قدامنا تدي معانا. طبعا كابتن حمدي تعليمات بديها ان احنا نهدى نهدي الملعب شويه وحاجات تكنيكال في الملعب، وطبعا يعني الحمد لله عرفنا يعني نكسب. يعني الحمد لله احنا قدرنا نركز، يمكن الشوط الثاني راح مننا بس قدرنا نعود ثاني للماتش الحمد لله وكسبنا 3-1. طبعا هو خلينا نركز، يعني خلينا نركز ان احنا نصعب السيرفي بتاعنا لان هو سلاحنا الاول، ونركز تاني ان احنا ما ندخلش الفرقه في الجيم لان الماتش مش هيبقى سهل. بس وقدرنا الحمد لله ننفذ تعليماته وفزنا الحمد لله. يمكن الماتشات هما دخلوا ماتشات كتير وكان عندهم معسكر ولسه راجعين، فما لحقناش نستعد قوي. الفتره الجايه ان شاء الله هنرجع تاني بقى نستعد للدور التاني وللافريقيا ان شاء الله.